هيمنة كرسة اعتراف. تناولت المخدرات، لا تنسى والدتك. أنا عندي قاموسة واللي بمشي عليه. ولا جلسة مصالحة. المنتج اللي ما بده ينتبه إنه شو بده يعرض على بيتر سمعان. ديكور جديد. الممثلين والممثلات وقت بيطلعوا بيعملوا حيلا انترفيو على التلفزيون أو الراديو بتلاقيهم عشوية رح تركب لهم جوانح وفقرات جديدة تتفاجأ بالاتيتيود تبعيتهم، بس الحوار بعده من القلب للقلب. منتج مروان حداد قال لي انه بفضل او بفعل سفر ريتا بارسونا هالثنائية بينك وبين خلصي. بيتر سمعان ضيف ميلاد حتشيتي بناس وناس الأحد 8:30 المساء على المستقبل.